باسم ربك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا وأسرتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول: اليوم يوم الأربعاء من آخر أربعاء تقريبا من شهر شوال، تاريخ 24، غالبا إما أن يكون الشهر 29 أو 30، فهو آخر أربعاء. قد ورد أثر في يوم الأربعاء أنه ما بدأ عمل يوم الأربعاء إلا وقد تم، وهذا وإن كان فيه الأثر بعض الكلام أنه ما صحة هذا الحديث، أو هل هو حديث أم هو قول من أقوال الرواة، فنحن نقول: التبرك بالأيام والاستعانة بالأزمان في تأييد الأعمال لا حرج فيه في الأصل، إن لم نعتقد يعني تأكيدا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم نؤكد، وإن كان ضعيفا إلا أنه لا حرج في العمل به لأنه لا يعارض أصلا. فكان بعض أكابرنا ومشايخنا وأهل المدارس والمعاهد يبتدئون الكتب ويفتتحونها في يوم الأربعاء، وهذا مما ورثناه وشهدناه وعايناه في المدرسة الصولتية المباركة في مكة المكرمة، أنهم يهتمون بافتتاح الكتب يوم الأربعاء، وإن افتتحت الكتب في غيره هذا اليوم أيضا لا حرج فيه ولا بأس، ولكن من باب التبرك ومن باب التأييد أن يتم هذا الأمر، كأنه يتمنى ويرجو الله ويدعو الله إذا بدأه يوم الأربعاء أن يتم هذا الكتاب وأن لا يعوق ويحول بين إتمامه أمر. هذا الأمر الأول. الثاني، هذا الكتاب كما قلت سابقا عندما ابتدأنا كتاب كيفية النفي والإثبات في الحديث القدسي، أنه لا بد من معرفة صاحب الكتاب قبل قراءته. عندما تعرف وزن ومقام ومرتبة صاحب الكتاب فيليق بك أن تهتم لكلامه وتصغي
سمعك وبصرك وعقلك إلى كلامه، فإن المتكلم كلما عظم شأنه وصاحب الكتاب والتأليف كلما عظم مقامه كلما أثر كلامه في قلوب المستمعين. لذلك لابد أن نعرف من هو المؤلف وما مقامه وما شأنه حتى يسهل علينا ويتيسر العمل بما فيه. وأيضا أهل التصوف وأهل القلوب يرون ويقولون أن إذا انقطع أهل القلوب وأهل الذكر عن الدنيا بأن ارتحلوا إلى ربهم وتوفوا وماتوا ودفنت أجسادهم في القبور، فإنه لا تنتهي آثارهم، قوتهم الروحانية، بل الله سبحانه وتعالى يكرم المحبين ويكرم المؤيدين في الاستفاضة بأرواحهم بإيصال الثواب إليهم، أيضا بقراءة كتبهم ينال القارئ الفيض والقوة الروحانية من كلامهم، فإن كلامهم المدون والمحرر والمحفوظ في كتبهم له تأثير على القلوب، لأن هذا الكلام خرج منهم مؤيدا ملهما محفوظا من جهة الله سبحانه وتعالى، مفيدا نافعا. الكلام الذي خرج منهم بإخلاص ودونوه وحرروه بإخلاص وباستحضار الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله لإصلاح البشر لإصلاح القلوب، أثره باق إلى يوم القيامة لكل من قرأه. ولذلك الشيخ زكريا الكندهلوي رحمة الله عليه صاحب الكتاب كان يقول لطلابه ومريديه بعد أن مرض المرض الأخير يعني في حياته والذي لم يستطع بعده بدنه، كان يقول لهم إذا جاءوا لكي يستفيدوا منه في مجلسه أو أرادوا أن يطلبوا منه علما أو نفعا، فكان يقول لهم انظروا إلى كتبي وطالعوا كتبي التي ألفتها إن أردتم مني نفعا. فكذلك يؤيد هذا المعنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاثة علم ينتفع به. فإذا هذا العلم الذي انقطع صاحبه وانقطع عمله بتواري جسده في التراب، هذا لم ينقطع بنص الحديث، لم ينقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا هذا لم ينقطع، وهو العلم النافع. فكل علم كان خالصا لوجه الله ودونه مؤلفه لإصلاح القلوب فإن هذا نافع باق إلى يوم القيامة أثره. فعندما نقرأ كتبهم بهذه النية وننظر ونطالع فيها ونراجعها فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد قلوبنا ويثبتها بقوة إخلاصهم وفيضهم الروحاني حتى بعد وفاتهم إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب بس أقرأ قليلا من باب البراءة التبرك والافتتاح ثم أنتم. هذا الكتاب اسمه تلازم الشريعة والطريقة. ما معنى تلازم الشريعة والطريقة؟ معناه التلازم هو اللزوم، أي عدم التفرق
أي لا يمكن التفريق بينهما، فإنهما متلازمان، أمران متلازمان، أي هذا لا يصح بدون هذا، والثاني لا يصح بدون الأول، إن اجتمعا فهما صحيحان، وإن تفرقا لم يصحا، هذا معنى التلازم. قوة العلاقة بينهما لا يثبت أحدهما صحيحا إلا بالثاني، ولا يثبت الثاني إلا بالأول. التلازم، تلازم الشريعة والطريقة، فالتلازم هنا بين أمرين اثنين، أولهما الشريعة ثانيهما الطريقة، قدم الشريعة وأخر الطريقة، يبين بذلك أن الأصل الأول في هذا الدين لكل مؤمن لكل مسلم الذي يرجع فيه إلى جميع الأعمال والأفعال في هذه الدنيا في هذه الحياة في هذه الشريعة في هذا الدين، الأول الأمر الأول المقدم هو الشريعة، ولذلك عندما سيبدأ الكتاب سيبين مقام الشريعة والطريقة ما بينهما من علاقة. يقول في بداية الكتاب: الشريعة حاكمة والطريقة خادمة. معنى هذا أن الشريعة أولا والطريقة ثانيا، لذلك قدم لفظ الشريعة. من صحح شريعته أي أعماله الظاهرة، الشريعة هنا المراد بها ما ورد في حديث جبريل عليه السلام المسمى بأم السنة، الشريعة هي أعمال الظاهر، أعمال الأبدان والجوارح والأعضاء. ما هي؟ الإسلام، أن تعبد الله كأنك، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا عمل اللسان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، كل هذه أعمال ظاهرة، أعمال الأبدان. فقدم الشريعة، الشريعة هي الأصل الأول لهذا الدين، الذي الشريعة هي التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي. كل ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وتكلم به وفعله وقاله وقرره في حياته، كل هذا داخل في الشريعة. فالشريعة أولا النصوص الحديثية، النصوص النبوية قولا وفعلا وتقريرا، كل ذلك يسمى شريعة. فالشريعة مقدمة على كل حال، فكل ما وافق الشريعة من العلوم الأخرى فهو صحيح مقبول مرضي عند الله، يجب العمل به بقدر درجته كما قرره الفقهاء. والطريقة خادمة، ما معنى خادمة؟ أي هي مؤيدة للشريعة، موافقة للشريعة، تابعة للشريعة، فرع للشريعة، هي تقوي روح الشريعة. الطريقة روح الشريعة، ولا روح بلا بدن. قال: وتفصيل ذلك إن شاء الله في داخل الكتاب، ولكن بينا هذا التفصيل في اسم الكتاب لكي نعرف ونحن نقرأ أن كل ما وافق الشريعة فهو مأخوذ به، وكل ما خالف فهو متروك في أي علم من العلوم. هي قرية ما بين النهرين المائين المعروفين في شبه القارة الهندية، وقد جعل الله هذه المنطقة وتسمى دوآبا، أي بين مائين نهرين. هذه المنطقة قد اختارها الله سبحانه وتعالى وأخرج منها كبار الأولياء والعلماء والمحدثين وأهل العلم والدين الذين نشروا في شبه القارة الهندية هذا الدين وتمسكوا به وحافظوا عليه، وهي منطقة مباركة، وسلالات العلم ورجالات العلم وجبال العلم تخرجوا وولدوا وعاشوا في هذه المنطقة. شيخ من ذلك المكان المدني، لأنه هاجر إلى المدينة المنورة في آخر عمره ومكث فيها قرب أو قريب 10 سنوات، وبقي فيها حتى توفي ودفن في البقيع رحمه الله تعالى. الصديقي أي أنه نسبه إلى الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه،
والعرب تقول البكري والعجم يقولون الصديقي وغير ذلك رحمه الله تعالى. إن شاء الله نقرأ كلمة أو كلمات لكي نتبرك بهذا اليوم ونأمل بعمل مشايخنا وأكابرنا في أنهم كانوا يفتتحون الكتب في أيام الأربعاء. واليوم إن شاء الله في صفحة هذه المقدمة مقدمة الناشر، ثم بعد ذلك المقدمة الثانية بين يدي الكتاب، هذه مقدمة. كعادة المؤلفين يذكرون سبب تأليفهم وسبب كذا. الشيخ عبد الحفيظ المكي الصولتي من كبار علماء الصولتية قد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وكان أصله باللغة الأردية. لماذا ترجمه؟ قد ذكر ذلك في آخر صفحة من مقدمته في صفحة 87. نرجو بس أن نكتفي بهذه القراءة، والباقي إن شاء الله متن الكتاب سنقرأه من الغد إن شاء الله. في صفحة 7 يقول الشيخ، سيبين الشيخ مستأمين معنا هذا الكلام، يقول في صفحة 7 المؤلف رحمه الله تعالى، صفحة 7 كما بين بالحجج من هنا القطعية، أي المؤلف رحمه الله الشيخ محمد زكريا، أن التصوف جزء لا يتجزأ من الدين المتين كبقية أجزاء الدين من العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها، وأن أصوله ومبادئه من القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهي مصادر الدين الأربعة المعروفة عند الفقهاء كبقية شعب الدين، وأن ما هو إلا الإحسان، هذا التصوف ما هو إلا الإحسان الوارد والثابت في الأحاديث الشريفة، وهو نفسه التزكية الواردة في كتاب الله عز وجل في الآيات الكثيرة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك تلازما لا بديا حتميا بين الشريعة والطريقة، ولا منافاة بينهما أبدا، وأنك غصنين لشجرة واحدة، جذع واحد له فرعان، إلا أن الطريقة خادمة للشريعة. هذه النقطة ركز عليها في المقدمة، أن الطريقة خادمة للشريعة، من كانت طريقته تخالف الشريعة فهذه الطريقة غير معتبرة، غير معتبرة. من قال أنه صاحب طريقة وهو مخالف للشريعة في طريقته، هذا طريقته غير معتبرة، الطريقة خادمة، إن أيدت الشريعة فهي طريقة معتبرة، إن خالفت الشريعة فهي طريقة مبتدعة، والشريعة حاكمة على الطريقة، ما وافق الشريعة من أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس فهو مرضي مقبول مأخوذ معمول به مطلوب شرعا، وما خالف فلا. قال فقد أمرنا بوضع الأشياء مواضعها إلى آخر ذلك من الأبحاث البديعة النفيسة التي سيستمتع بها القارئ. الآن في آخر الكلام يبين سبب التعريب، ونشرت هذه الرسالة ونشرت هذه الرسالة في بلاد هند وباكستان وبنغلاديش باللغة الأردية، وهي لغة المسلمين هناك، ورزق الله القبول لمؤلفه في تلك الديار، وطبعت له طبعات عديدة في زمن قصير حال غالب مؤلفات المؤلف رحمه الله. ثم يقول في صفحة 8 رأى هذا الفقير، أي الشيخ عبد الحفيظ المكي الصولتي، المذنب في ليلة من الليالي المباركة وكأنه في مجلس سيد السادات. من هو سيد السادات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى أي رأى مناما ورؤيا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جالس في مجلس سيد السادات صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت عليه بعض مؤلفات شيخنا، أي أن مؤلفات الشيخ زكريا الكندهلوي معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليها في الرؤيا، فأخذ يتصفحها، ينظر إلى هذا الكتاب ثم ينظر إلى هذا الكتاب ويفتح ويتصفح يقلب الصفحات، وقد أعجبته كلها، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر البشر والفرح عليه ب
مطالعاتي وتقليبي صفحات كتب الشيخ زكريا الكندلاوي، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفقير صاحب التعريب الشيخ عبد الحفيظ المكي، فقال، أشار إلى هذا الكتاب هكذا بالذات هكذا تلازم الشريعة، فقال تلازم الشريعة والطريقة، وأمره بترجمته إلى اللغة العربية، أي يا عبد الحفيظ ترجم هذا الكتاب، لأن أنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، في الرؤيا نعم يأمره، أمره بترجمته إلى اللغة العربية. قال وبما أن أمره الكريم ما صلى الله عليه وسلم ما كان ولم يكن ليرد، لذلك بدأت في العمل فورا، ولكن انشغال له هذا المقصر دائما في أمور كثيرة حال دون إتمام الترجمة إلى اليوم، وبما أنه حان وقت الفراغ إن شاء الله أردت أن أحرر هذه المقدمة، وقد يسر الله لي أن يكون تحريرها بالروضة الشريفة بالمسجد النبوي في 27/6/99 عام 1399. إذن هذا كلام المعرب الشيخ عبد الحفيظ المكي الصولتي بخصوص هذا الكتاب. نقرأ فقط أسطر قليلة من كلام المؤلف تبركا بلفظه الشريف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: حامدا ومصليا ومسلما، يعني الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ولادة هذا المقصر، أي الشيخ زكريا يتكلم عن نفسه، وهذه من عادتهم الشريفة أنهم إذا نطقوا بأنفسهم أو تكلموا عن أنفسهم سموا أنفسهم بلفظ فيه نسبة العيب إلى أنفسهم، نسبة التقصير إلى أنفسهم. فقال ولادة هذا المقصر كانت في 11 من رمضان عام 15300 في الساعة 11 ليلا بقرية كاندلة في بيت زوجة جد والدتي من أمها، جد الشيخ، فولد في جد في بيت جدته لأمه، وكانت تدعى أما مريم، أي جد مريم، وكانت امرأة عابدة زاهدة كريمة، فأتى إليها أكابر العائلة بعد صلاة التراويح قبل المراح إلى منازلهم، وهنؤوها ثم طالبوا بالحلوى. إيش يعني طالبوا بالحلوى؟ يعني قد ولد لديك ولد في البيت، إذن يجب عليك أن تكرمينا بمظاهر الفرح والسرور والسعادة والغبطة، أكرمينا بالحلوى. هذه من عادة أهل الهند، إذا ولد عندهم مولود يوزعون الحلوى في البيت، صاحب البيت الذي ولد فيه يظهر فرحه بتوزيع الحلوى. فطالبوها بالحلوى، فأمرت بإحضار حلوى كثيرة لسخائها وجودها، وقسمتها بين المهنئين حسب مراتبهم، وحدث بذلك فرح ومرح وصياح هادئ لطيف. وكاندلة هذه قرية كبيرة، إلى آخره. نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نسبة الكتاب إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شأن هذا الكتاب عنده صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما قال الشيخ يوسف المكاسري حق، والرأي حق، لأنه من أهل الدين وأهل الكمال وأهل القلوب، فالرأي حق والمرئي حق، فإذا الأمر وقع في محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القبول والرضا والعمل به إن شاء الله تعالى. Beliau minta izin untuk istirahat. Barah tiang jelasan saya baru ni. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Al-Mukarram dan Bapak Tuan Guru yang dihormati, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dihormati, hadirin hadirat, ayuhatullah wa talibat, para pencinta pengajian, hafizakumullah. Alhamdulillah pada hari ini beliau guru kita Maulana Syekh Adnan Muhammad Al-Taf Al-Madani Al-Hanafi, beliau memulai untuk membaca kitab Talazum Syariah wa Tariqah, ya, kitab karangan daripada Maulana Syekh Al-Imam Ar-Rabbani Al-Syekhul Hadith Al-Arif Billah Al-Allamah Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Al-Madani As-Siddiqi Rahimahullah. Jadi kitab ini beliau upayakan supaya dimulai pada hari ini, karena hari ini adalah hari Rabu, ya, tanggal 24 bulan Syawal, ya, alhamdulillah. Jadi mengambil berkah dari satu athar yang mengatakan kullu ma budi'a biyaumil arbi'a fahuwa atam, ya, apapun yang dimulai pada hari Rebo akan sempurna, ya. Sekalipun riwayat ini ada beberapa pendapat ulama tentangnya, apakah ini adalah hadis, ya, apakah dia dhaif atau tidak, ataukah mungkin kaul ini adalah kaul ulama. Tetapi kata beliau, ya, at-tabarruk, ya, mengambil berkah pada waktu, ya, yang mulia adalah perkara yang dianjurkan. Maka kita mulaikan membaca kitab ini pada hari ini, hari Rabu ini, alhamdulillah. Kemudian kata beliau, tentu untuk mengawali kitab Talazum Asy-Syari'ah wat-Thariqah, ya, apa itu at-talazum, ya, apa makna daripada at-talazum, apa makna asy-syari'ah, apa makna daripada at-thariqah, perlu kita pahami terlebih dahulu, ya. At-talazum itu adalah quwwatur rabithah, ya, baina syai'ain, ya, saking kuatnya hubungan antara dua sesuatu, ya, yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, itu namanya at-talazum, ya. La yasihul awwal illa bithani, atau la yasluh al awwal illa bithani, kata beliau, tidak akan bisa apa namanya bagus yang pertama kecuali harus dengan yang kedua, begitu juga sebaliknya. Itu namanya talazum, nggih. Dan bau lepas lawan bahasa kita yang kanggo tepisah, ya, dan talazum harus bersamaan, ya. Ya. Apa yang harus bersamaan? Asy-syari'ah wa thariqah, antara syariat dengan tarekat. Amri kita tarekat, nggih. Bahasa Arabnya thariqah. Pakai ta, thariqah, ya. Ya, jadi antara syariah dengan thariqah ini tidak boleh lepas, dia harus bersatu, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, itu namanya talazum, ya. Ya, kalau syariah itu adalah
ya al-a'mal az-zahirah, ya talazum itu pekerjaan yang zahir, yang seperti disebutkan di dalam hadis yang disegelar dengan hadis Jibril, ya, atau disebut dengan ummul hadis, ya. Ya, jadi di sana dijelaskan bagaimana malaikat Jibril datang menjelaskan kepada umat tentang agama. Ya, beliau tiba-tiba datang menanyakan, ya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, jadi yang berkaitan dengan Islam, ya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, salat, kemudian zakat, apa juga puasa, haji bagi yang mampu, itu semuanya termasuk syariah, ya, syariat berkaitan dengan pekerjaan, nggih, pekerjaan sembahyang, pekerjaan puasa, zakat, haji, ya, itu namanya syariah. Sedangkan thariqah untuk mencapai kepada yang ketiga tadi itu, yaitu al-ihsan, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nggih. Jadi kitab ini perlu kita ketahui pengarangnya, ya. Pengarangnya adalah sudah kita jelaskan tadi, Al-Imam Ar-Rabbani Asy-Syaikh Al-Hadits Al-Arif Billah Al-Allamah Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Ya, Al-Kandahlawi itu adalah, ya, suatu desa yang letaknya di India sana, yang terletak di antara dua sungai, ya. Di mana tempat ini adalah tempat yang sangat berkah. Banyak sekali ulama yang keluar dari desa ini, ya, desa Kandahlawi ini, ya, Al-Kandahlawi, ya, India tahun ini, okay. Ya, desa yang sangat berkah, luar biasa, okay. Kemudian, okay, singkat-singkat yang, okay. Kemudian, ya, hari ini kata beliau, ya, kita hanya ngambil berkah sedikit, kita membaca muqaddimah. Ya, kalau yang pertama muqaddimah itu dari An-Nashir, ya, yang menyebarkan kitab ini, ya. Kemudian yang kedua adalah muqaddimah langsung dari muallif, ya, muallif al-kitab, ya. Beliau tapi sebelumnya kita baca sedikit muqaddimah daripada yang menyebarkan kitab ini dan yang menterjemahkannya, ya. Di sini ada hal muhim yang perlu kita ketahui, kata beliau, ya. Beliau menggarisbawahi ucapan daripada beliau niki An-Nashir, ya, annahuma, ya, kagusnain li syajaratin wahidah, ya. Syariah dengan thariqah itu bagikan dua cabang dari pohon, ya. Illa anna thariqah khadimatun li syariah, ya, kecuali itu bahwasanya thariqah itu adalah sebagai khadimah, pendukung, ya, daripada syariah. Kemudian asy-syari'atu haqimatun 'alaiha, sedangkan yang utama yang menjadi pimpinannya adalah syariah. Ini jangan sampai kita salah nanti, ya, bahwa jangan sampai terbalik, ya, mengutamakan thariqah daripada syariah. Yang utama adalah syariah, sedangkan thariqah itu sebagai khadimah, ya. Tahu kedengaran khadimah, pembantu, ya. Sedangkan syariah itu sebagai tuannya, ya, sebagai majikan,
majikannya. Apa kena niki para jamaah? Ya, jangan sampai ada orang nanti bertariqah kemudian meninggalkan syariat. Ya, dianggap tarekat itu sebagai segala-galanya, kemudian syariat dia sepelekan. Ini salah. Kalau ada seperti itu, berarti itu adalah tarekat yang batal, tarekat yang sesat. Ya, misal wah anggap diin aparan wah sampai kepada derajat tertinggi, oh itu aja wah kelas makrifat wah ngungkah sembahyang. Ya, nah ini bukan makrifat, itu amat repot, aparan. Ya, amat repot. Iya, jadi itu sudah cukup sebagai bukti bahwa ajaran tarekatnya itu sesat kalau dia sampai meninggalkan syariat. Berbenten jadi pembantu lagu majikan diarak. Ya, yang namanya pembantu harus ada majikan, majikannya. Syariat itulah majikannya. Ya, tarekat itu sebagai pembantu. Artinya tarekat ini membantu kita dalam menyempurnakan syariat. Karena yang menjadi hakimah adalah syariat. Ini syariat ini yang syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itulah yang menjadi utama. Ya, itu namanya syariat. Ya. Nah, tarekat ini berbentet ada sebecat sampai supaya syariat ini betul-betul kita kerjakan, ya, zahir batin. Zahir batin, bukan hanya zahir saja tapi zahir batin, luah dalam. Supaya syariat itu betul-betul memberikan bekas pada zahir dan batin kita. Nah, perlu kita masuk dalam ilmu thariqah. Yang pun thariqah niki adalah ya tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Berbenten adat sak demet sembahyang niki mutetutetun te sembahyang seperti kita melihat Allah. Nah, kalau kita sudah sampai dengan thariqah itu membuat syariat kita sampai kepada tujuan utamanya, berarti kita sudah berhasil kepada yang ketiga yang disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya langsung. Kemudian di apa namanya akhir daripada muqaddimah ini disebutkan alasan kenapa kitab ini sampai beliau sebarkan dan beliau terjemahkan. Jadi bukan perkara biasa, ya. Kata beliau, summa ra'a hadzal faqir al-mudhnib. Ya. Ini ungkapan siapa? Ungkapan daripada Syekh Abdul Hafiz Al-Makki. Ya, gurunya kita semua. Ya, Syekh Abdul Hafiz Al-Makki. Ya, saya pernah langsung berjumpa dengan beliau. Beliau juga pernah mengijazahkan dia, ya. Syekh Abdul Hafiz ini adalah gurunya daripada Syekh kita Maulana Syekh Adnan Muhammad Al-Tauf, ya. Gurunya beliau juga, dan beliau masih hubungan keluarga. Jadi Syekh Adnan ini anak saudari daripada Syekh Abdul Hafiz. Jadi Syekh Abdul Hafiz ini berkeluarga, Syekh Abdul Hafiz paling besar, kemudian ibunya daripada Syekh Adnan, ya. Baru kemudian Syekh Abdul Wahid, baru kemudian yang datang kemarin, ya, yang datang siapa? Syekh Muhyiddin tinggi. Nah, itu jadi bersaudara antara Syekh Abdul Hafiz, ibunya Syekh Adnan, dan Syekh Abdul Wahid, mertua beliau. Syekh Abdul Wahid itu mertua daripada Syekh Adnan. Jadi merari engkance pisah. Enggi. Iya, cara dengaran niki sopo-sopo keluarga. Enggi. Jadi beliau niki bejangkep kancepi pisah. Ya.
Bijen si Syekh Abdul Wahid niki menbait si Syekh Syekh Adnan. Nggih. Ummi Barirah itu adalah bijen Syekh Abdul Wahid. Nggih, sampun jok tiendah Syekh Abdul Wahid. Kanjen siwa lek datang jok niki entuk setinjot lalu gonjong. Kedatangan ulama belik jang ke siwa termasuk mudir sholatiyah. Waktu niki ingat tengah mereka iruk orang dah muntang ingat dia, gih. Madrasah niki enggak, no. To MI sak mangkin niki masih kebon. Mut pinaan yang undak undak si tanah wah mut pepes pepesan. Ilangan tay kayak lay. Mo si Abdul Hafiz wah ulingsir. Kelelah sak tay ke Jakarta selalu lay. Kelah tegel lay, gih. Nah niki. Jadi si Abdul Hafiz, si Abdul Wahid, si Abdul Muhyiddin bih hadir waktu niki termasuk mudir dan masih ada tanda tangan mereka. Saya simpen tanda tangan mereka. Ya, ada tanda tangan pakai semen langsung. Di semen itu mereka tanda tangan. Tersimpan sampai sekarang. Alhamdulillah itu sejarah luar biasa bagi pondok pesantren. Baru kecengok langsung telai isi ulama beli. Nah, dari sanalah mulai kita semakin bersemangat di dalam memajukan madrasah niki. Alhamdulillah sampai sekarang. Gih, mudah-mudahan terus menerus akan tercurahkan pada madrasah ini keberkahan lewat para masyaih ini. Gih, apa kata Syekh Abdul Hafiz? Ya, ra'a hadzal faqir. Ah, yantan lamun dengan ulama niki denuah mele sebut diin dengan sugih ya ra'a hadzal faqir, kata beliau telah melihat dalam mimpi ya si fakir ini, ya fakir nemparanti maksudnya fakir ila rabbih, ya kita ini orang yang fakir yang selalu tidak pernah cukup dari apa namanya rahmat Tuhan, ya selalu butuh kepada Allah, maka kita ini fakir, ya ataukah ada butuh jok nenek. Lamun doang kah budu yok nenek ja. Beda nenek salahina. Beda. Nggih, makanya kita semuanya fakir. Itulah cara mereka menyebut dirinya. Tawadhu'an. Nggih. Ndek saya sebutin qolal alimul allamah. Ndek mar ida janane melit pinak dit jari dengan hebat ya. Berkata tuan guru ning kena dien. Nggih. Sebut dik jadi tuan guru. Nah, jadi enggak layak kita menyebut diri kita. Biarkan orang yang menyebut diri kita. Nggih. Lamun dengar sebut ya, terserah no ja, nggih. Lamun dendek saite sebut dedik teh. Jadi beliau niki apa kata beliau? Qalal fakir ning parandin. Nggih. Ya. Al-muznib yang berdosa, yang banyak dosa, mudhnib artinya yang berdosa. Anggap dia luwek dosa. Kita aja kebalikkan berkata al-allamah yang bersih dari segala dosa. Umparan dia bersih dari para dosa. Enggi. Bukan itu ya sya'nul ulama. Sya'nul ulama itu adalah tawadhu, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Beliau mengatakan al-mudhrib yang banyak dosa fi lailatin minal layali, jadi beliau melihat dalam mimpi pada suatu malam ya al-mubarakah, malam yang penuh dengan berkah ya, wa ka'annahu fi majlisi sayyidi ya as-sadah, ya beliau sedang berada di dalam majlisnya sayyidis sadah berkenan ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyakan tokol majlis Rasulullah dalam mimpinya ini. Lagu lamun mimpin para ulama dia hak. Ya, dan mimpinya beliau dalam melihat Rasulullah berarti benar. Rasulullah itu memang benar dalam mimpi itu. Jadi berkaitkan zaman Nabi ja den tau te tiru si setan. Berkaitkan zaman Nabi ja jelas lah, tetun tu. Nah, lagu karing kita lihat yang bermimpinya garing satu tukang mimpi dengan ahli syariat atau berembe nggih lamun nggih nek kuraruan parandi ngimpi ja mungkin sak ngimpi lekak
Enggih, niki janda yang mimpi adalah ulama besar, ya. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad uridat alaihi ba'du mu'allafati syaikhina, ya. Ya, disodorkan kepada beliau sebagian karangan daripada guru kita, kata beliau. Ya, kitab inilah. Kitab ini yang disodorkan kepada Rasulullah dalam majelisnya. Niki ya Rasulullah, karangan Syekh Zakaria gitu. Ya. Fa akhadha wa yatasaffahaha. Ya, mendemak si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun bolak-balik bin buka lembar demi lembarnya dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian waqad a'jabathu kullaha. Rasulullah, ya, senang dan ta'ajub dengan karangan itu. Membahas dite bagus enggak ini, bagus benar, ya. Summa, ya, tawajjaha sallallahu alaihi wasallam ila hadzal faqir wa asyara, ya, ila hadzal kitab, ya, bizzat, ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menghadap kepada memalingkan mukanya kepada saya. Tawajjaha artinya Syekh Abdul Hafiz Andang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengisyaratkan, ya, ila hadzal kitab bizzat, langsung kitab ini mun isyaratan jok Syekh Abdul Hafiz, ya. Apa itu kitabnya? Kitab Talazumus Syariah wa Thariqah, kitab ini dalam mimpi ini. Nah, coba. Nah. Kemudian beliau wa amarahu bi tarjamatihi ila lughatil arabiyyah. Perintah Syekh Abdul Hafiz, terjemahan kitab ini jok bahasa Arab, karena asalnya kitab ini pakai bahasa Urdu. Tahu enggak bahasa Urdu? Bahasa Urdu bahasa persatuan orang India, Pakistan, ya, sekitar-kitarnya itu, ya, lamun itu akan bahasa Melayu, ya. Kalau mereka bahasa persatuannya bahasa Urdu. Lamun tuan guru jak ceket bade bahasa Urdu. Sampun dot de India, Pakistan. Ya, ada orang yang ahlinya, ada tuan guru Badrian namanya itu jak sudah bisa menterjemah kitab Urdu ke dalam bahasa Indonesia. Banyak yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab-kitab ulama-ulama besar yang ada di India, Pakistan, ya. Untuk diketahui para jamaah bahwa Saulatiyah itu asalnya dari ulama Pakistan, ulama India, ya. Ya, dulu satu mereka, India Pakistan itu satu, kemudian pecah. Ada India, ada Pakistan, ya. Ya, jadi Syekh Rahmatullah itu, Al-Kandahlawi itu dari Syekh Rahmatullah itu dari India asalnya. Gih, hebat-hebat ulama di sana. Gih. Nah, beliau yang ke Mekah kemudian membangun madrasah Salatiyah. Gih. Ya, tetapi keturunan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ya, termasuk mudir Salatiyah itu adalah keturunan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Gih. Jadi kata beliau, demenuah tesodoran perintah, ah, kamu terjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Arab. Gih. Nah, itu sedikit tentang kitab Talazum Asy-Syari'ah wa Thariqah. Insyaallah besok kita akan mulai membaca kitab. Dibaca sedikit saja tadi beliau sekedar sebagai mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan musallian wa musalliman ba'dal hamdi lillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna wiladata hadzal muqassir kanat fi 11 min Ramadan. Jadi pengarang kitab ini yang punya mukaddimah yaitu Syekh Zakaria, ya, Al-Kandahlawi, ya. Beliau setelah mengucapkan basmalah kemudian beliau mengucapkan hamidan musallian wa musalliman, ya. Ya, mengucapkan pujian pada Allah Rasulullah
selawat pada Nabi Muhammad dan salam kepadanya, ya. Ya, kemudian beliau mengatakan kelahiran daripada hadzal muqassir, ya. Muqassir bin Parandi. Kelahiran dari orang yang banyak kekurangannya ini, nah, bahasa kita ya kenal muqassir. Tahun lahir manusia sa luwe kurang nani, nah anulah membahasa kita nggih. Tawaduan ya yenten dengan ulama-ulama niki jande narak sa sebut di jadi al-alimul allama. Siapa yang menyebut beliau sebagai al-alimul allama, muridnya? Siapa yang menyebut di kitab ini mengatakan al-imam ar-rabbani asy-syekh al-hadis al-arif billah? Siapa yang menyebutnya? Bukan beliau. Yang menyebutnya adalah murid-muridnya. Nggih. Ite sak jadi murid, iya ya sebut gurun. Nggih. Nah, lamun guru ning kanggo sebut di. Aha. Lagu dendek perintah murid tah harusna sebut bae. Alur wah dengan kesadaran dia kalau memang berhak gitu. Ya, itu hak hak apa murid tuh untuk menyampaikan, jangan diperintah. Pokok awas kau. Sok yang dipokokin tuan guru jadi nyala isin. Deng kanggo. Nggih, karena itu adalah ya gelar yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati orang untuk menyebutnya. Ande ndek melet sebut, udah itu berarti kekurangan kita. Oke, aka ade sanyengerja. Nggih. Demen ndek sebut tuan guru menule wah. Nyenger nggih. Nah, dek kanggo tersebut ja alo rendek ja wah apa mas ja gelar-gelar niki tau ja jawab ja tentang akhirat ndek ono ndek tempoh tuan guru apa ya mak tu akhirat ndara munah tu akhirat ja pada doang langsung tu doang lemak deket tuan marabuka ndek cara baik ya al muqarram dane bapak tuan guru marabbuka ndeh saisain lemak malaikat nu langsung doang marabbuka den pay sebut-sebut tuan guru nggih ya yang akan membantu kita hanya amal bukan gelar pire-pire gelar ndak cerita lemak de menek profesor doktor mu entakut malaikat oh denek ketuane je profesor doktor ndara timak jak profesor doktor lamun wah datang malaikat mungkar wa nakir ja karing tek ketik si pertanyaan nggih tau jak jawab e selamat te ndek jak tau jawab e te boleh belek te nggih jadi kata beliau kelahiran daripada hamba Allah yang banyak kurangnya ini adalah fil hadi asyara min ramadhan ya tanggal 11 ramadhan ya ya am 15 wa 300 ba'da alf ya tahun 1315 ya fi sa'atil hadi ya ta'ashara laylan tanggal 11 malam lah jam 11 malam jangka-jangka jam kenapa lah si beliau sida tak jam pira anda lahir lah dari ketahuan ya ya tandan bah dengan toak dan cara tulis ya lah enggi ya ini jangka lengkap malam kelahirannya malam tanggal jam berapa diketahui biqaryati kandahlah ya di desa kandahlah ya al-kandahlawi ini ya fi baiti zaujati ya jaddi apa ini walidati ya enggak bale ni si sebinian papu ke, apa bahasa ndite nggih ya wa kanat tud'a ya umma maryam yang disebut dengan umma maryam ya wa kanat imra'ah abidah zahidah karimah dia adalah seorang wanita yang ahli ibadah yang zuhud dan sangat pemurah sangat mulia. Ia tahun kelahiran beliau sampai sana dulu lemak lanjutan bahasan beliau.
Insyaallah kitab niki akan kita baca setiap hari. Selamun beliau te entek kita baca kitab niki. Mundek man tamat kitab nin dene ulek beliau. Iya bahasa nek. Tamata nek kitab ni te judo ampe ulek bahasa. Ya Allah, alhamdulillah ya ndot. Sebulan tamat kitab ni sebulan ndot te. Setahun tamat setahun. Lagun dene setahun lalu bare. Nggih, paling ya kalau kita rutin setiap hari baca aja sebulan selesai kitab niki. Nggih. Mau kitab niki karing arak 5 jaga tebale. Nggih, kancesan niki. Nggih. Sak kayun sumbang ya sila. Nggih, tersumbang niki. Nggih. Untuk berkah sudah. Tapi insyaallah nanti para asatiz ya, para asatiz, para tuan guru nanti kita undang beliau-beliau untuk ikut mengaji kitab ini, nggih. Ya nyumbang-nyumbang ke madrasah. Nggih, bangun sebega-bega beli semen. Nggih. Ada satu sebaya semen. Mau semen 2 sak. Kurang mana nggih. Ya. Nggih. Jamaah milu penyumbang kembe. Timat jadi tabacen di berkah. Nden ja sida tabacen le makmu. Bayi balok dah. Nggih. Bayi ba balok. Oh ni lai alhamdulillah. Ajin kula sehatna. Nggih. Tahun tak baca papuk ndek tahu. Nyerang sesumbang-sumbang yang lain baik kamu baca. Benar lah. Okay. Insya Allah kita akan cetak. Kita akan cetak di sini dan diizinkan sama beliau. Kita cetak, kita perbanyak dia untuk kita nanti sumbang. Santri juga boleh menyumbang. 100. Pira kepengem dia. Hah? Oh, no, langsung nyumbang sekian. Iya wah ini 100. Mah. Saya. Abdul Malik. Ya. Siapa yang mau nanti? Lama nebis aja. Lama tunggu pencetakan berikutnya. Nggih. Sekedar niki para jamaah kurang lebih tiang tunas maaf. Nggih. Nanti insya Allah di tempat belunggu kapan? Besok? Hari Kamis. Nggih. Pagi. Nggih. Nggih. Besok pengajian Syekh di pondok pesantren beliau Al Idrisi. Nggih. Pondok pesantren Nabi Aran. Darul Hadith. Darul Quran wal Hadis Al Idrisi Pauk Danda. Enggi, wikan dekat beliau niki. Ya, beliau Tuan Guru Hasan Basri As-Saulati. Beliau juga tamatan Saulatiyah. Bijen si Bapak Al Ustaz Haji Idris ya, terkenal lelai. Ya, kita kenal dengan Tuan Idris. Ya, karena apa? Karena beliau yang banyak menyalurkan sumbangan dari Saudi Arabia ke kita lewat beliau. Alhamdulillah termasuk musalla searak le Sri Nurung niki yang sekarang sudah direnovasi, nggih. Itu juga sumbangan daripada beliau. Nggih. Ya. Nah, niki insyaallah besok pengajian beliau di sana di Pauk Danda. Sale lauk-lauk niki baun hadir le maru, nggih. Nika. Sekedar niki para jamaah, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis dan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علاما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن أنشرا لي وأنهضة الوطن واحفظا هدائما من الفتن
واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا ناس الشفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيه القرر أمر الركب فانسبهت وأرود الجيش بما إن هميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري الفاتحة إياك نعبد إياك نستعين والله سكيان والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة